أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح أعطي للرجال اللي عنده تشوهات بالزوج كيف نزود الحيوان المنوي، واللي عنده تشوهات واللي عنده لزوجة طبعا كيف نعطيهم مع 1 كيلو من العسل، وكيف الناس تستفيد والناس بترجع للطب البديل. نحضر 1 كيلو من العسل، يكون عسل 100%. طبعا أنا بحبب يا عسل السدر يا عسل حبة البركة، هدول أفضل إشي دائما نأخذهم. منجيب من طلع النخيل قدر 20 جرام، من بدور الفجل قدر 20 جرام، من الجنسنج عشبة الجنسنج ما شاء الله عليها قدر 20 جرام، من غذاء الملكات قدر 30 جرام. طبعا يحركوا بكيلو العسل، معلقة خشب أفضل إشي، نأكل مرة صباحا ومرة آخر النهار قبل الأكل دائما. وبنشتري كمان من الصيدلية فيتامين اسمه فيتامين إي. كيف طريقة الفيتامين إي؟ أنا بحب دائما أحكي للناس كيف تأخذ دائما الفيتامينات. بتشتري فيتامين إي مش بنأخذه قبل الأكل ولا بعد الأكل. فيتامين إي بنفطر الصبح صباحا، بنأخذ حبة دائما بوسط الأكل، بنبلع الحباية وبنرجع نكمل أكلنا، بنضل مستمر عليها كل يوم. ضروري جدا 7 حبات تمر نفطر عليهم، وإن شاء الله أنكم تستفيدوا. وروحوا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.